مرة ينطق بكلمة الاستقلال، والشخص الوحيد الذي تكلم ونطق بهذه الكلمة هو مصالح. Ils ont tout fait pour le tuer. Dans toutes les révolutions, ce ne sont pas ceux qui la font qui en profitent. مصالح كان رجلا عظيما لكنه ارتكب خطأ عظيما. كلهم تهموا مصالح بالزعامة، يقول كلهم كانوا يضربوا على الزعامة إلى يومنا هذا. اللي يحكم الكرسي ما ينمش منه. مصالح الحاج على الجزيرة الوثائقية.